في إطار رؤيتها الطموحة للحد من التبعية التكنولوجية وتعزيز حضورها في الفضاء، تعمل تركيا على إطلاق بديل وطني لنظام التموضع العالمي GPS بعد نجاحها في إطلاق نظام ملاحة عسكري خاص بها لضمان سيادتها الوطنية. مرحبا أعزائي المشاهدين، من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. وفق معلومات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا 2030 التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن زيادة عدد الأجهزة والأنظمة المتصلة بGPS سواء المدنية أو العسكرية يجلب معها مخاطر عدة، خاصة التهديدات السيبرانية، ما يستدعي ضمان السيادة محليا وتأمين البيانات الحساسة التركية في ظل تلاعب الدول الكبرى التي تمتلك هذه البرامج بأمن الدول التي تعتمد عليها. ويأتي هذا التحرك التركي بعد حجب ترامب أنظمة GPS عن راجمات الصواريخ البالستية هيرماس التي اشترتها أوكرانيا من أمريكا مؤخرا، وذلك بعد النقاش الحاد الذي حدث بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، ما جعل راجمات الصواريخ هيرماس عمياء تماما. وهذا أحد مخاطر عدم امتلاك نظام تحديد مواقع محلي. وبناء عليه، متى تصبح تركيا خامس دولة في العالم تمتلك نظامها الخاص لتحديد المواقع؟ وما هي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تركيا والدول العربية ما دامت تعتمد على أنظمة أجنبية لتحديد المواقع؟ وأين وصلت الجهود التركية في هذا المشروع الوطني والاستراتيجي؟ وما مدى تأثير هذا على تركيا وبقية الدول الإسلامية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث أعلنت شركة بايكار التي يترأسها صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شركته تعتزم توسيع برنامج الفضاء الخاص بها لتشمل نظام عالمي لتحديد المواقع خاص بتركيا قبل بضعة أشهر، لتدخل تركيا نادي الدول المصنعة لهذه الأنظمة وتكون بذلك الخامسة في العالم بعد نظام GPS للولايات المتحدة الأمريكية وغاليليو التابع للاتحاد الأوروبي وغلوناس التابع للدولة الروسية وبايدو الصيني. وبهذا تكون تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتمكن من تصنيع وتشغيل هذه التكنولوجيا بجهود محلية خالصة. كما يوجد نظام نافياك، وهو نظام هندي يركز على التغطية الإقليمية مع خطة للتوسع عالميا، ما يعني أنه نظام محلي وليس عالمي، بينما النظام التركي سيكون نظام عالمي. وهنا تكمن أهمية هذا النظام، ما يعني أن الهند وتركيا في تنافس على المركز الخامس عالميا فيما يتعلق بتشغيل أنظمة محلية الصنع لأنظمة تحديد المواقع. وقال سهر الرئيس التركي أن تمويل البرنامج سيكون من عوائد بيع المسيرات التركية، وقال إن زمن عدم قدرة تركيا على بناء أي شيء قد ولى، وأنهم سيبنون نظاما يتضمن أكثر من 100 قمر صناعي بإمكانياتهم المحلية. كما أعلن سلجوق بيرقدار نجاحه في إحراز تقدم كبير في مشروع نظام الملاحة العالمي المستقل عبر الأقمار الصناعية GNSS الخاص بتركيا. وبالنظر إلى المستقبل، ذكر بيرقدار خططا لبناء مركبات إطلاق تزن 50 طنا، مما يبرز رؤية تركيا طويلة المدى لاستكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية. ولهذا يرى العديد من الخبراء في العالم أن بيرقدار
صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بمثابة نسخة تركية من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، وهو مساعد ترامب ولا يخفى عليكم هذا، وبناء شركة تركية لأكثر من 100 قمر صناعي متقدم يضعها في منافسة مع شركة ستارلينك التي يمتلكها إيلون ماسك. فهل تستطيع تركيا منافسة نظام ستارلينك الأمريكي؟ للأمانة، منذ إعلان تركيا لهذا المشروع ربط معلقون أتراك بين المشروع التركي الجديد ونظام أقمار ستارلينك الفضائي التابع لشركة سبيس إكس، لأنه يمكن الربط بين النظامين من حيث تموضع الأقمار في مدار أرضي منخفض. لكن المشروع التركي لا يزال في بدايته، إذ يسعى إلى إرسال ما بين 100 إلى 120 قمراً إلى الفضاء مع حلول عام 2030، بينما يتكون نظام ستارلينك بالفعل من آلاف الأقمار التي تشرف عليها الشركة الأمريكية. ويهدف نظام ستارلينك إلى توفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق التي تعاني من صعوبة الوصول إلى خدمات الاتصالات التقليدية، لا سيما مناطق النزاعات والحروب وحتى الكوارث الطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا رفضت بعد كارثة الزلزال المدمر لعام 2023 عرض ماسك إطلاق خدمة ستارلينك في الولايات المنكوبة، مشدداً على أن لديها قدرات كافية على مستوى الأقمار الصناعية، ومن الممكن ربط هذا الرفض التركي بجانب منه بسعي أنقرة المتواصل على مدى عقد ونصف من الزمن للحصول على قدرات دفاعية وتكنولوجية خاصة بها. واستعمال شبكات أجنبية للإنترنت في تركيا سيؤدي لتسريب معلومات المواطنين والمؤسسات التركية للجهة المشغلة للإنترنت، وبالتالي اختراق تركيا. ويأتي السعي التركي الرامي إلى خلق مكانة عالمية لأنقرة في مجال الفضاء بعد أن تمكنت تركيا من توطين نحو 80% من صناعاتها الدفاعية بشكل محلي، كما تمكنت من تصدر سوق الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة عبر العالم، حسب تقرير صادر عن مركز الأمن الأمريكي الجديد CNAS. وأشار بيرقدار في تصريحاته الصحفية الأخيرة إلى أن تمويل مشروع بناء نظام تحديد مواقع عالمي خاص بتركيا سيكون من عوائد بيع المسيرات التركية لشركة بايكار، وهذا بعد أن تمكنت تركيا من الاستحواذ على 65% من مبيعات الطائرات المسيرة، لتصبح بذلك أكبر مورد للطائرات العسكرية المسيرة على مستوى العالم منذ عام 2021 وفقاً للتقرير الأمريكي ذاته. وكان لابد للشركات التركية العاملة في مجال المسيرات خاصة التفكير في الاستقلال والنأي بنفسها عن كل البرامج الأجنبية التي يتم استعمالها في تحليق مسيرات. ومن المتوقع أن تعمل حلول الأمن السيبراني التي سيجري تطويرها باستخدام التقنيات المحلية التركية على زيادة أمن البنية التحتية الرقمية في تركيا، وتمكينها من أن تصبح لاعباً قوياً في عملية التحول الرقمي. ومن المرتقب أن يوفر هذا النظام لتركيا بيانات دقيقة لمواقع والملاحة والتوقيت عبر أقمارها الصناعية الخاصة، بوصفها بديلاً للأنظمة العالمية مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS. ويحمل هذا النظام على عاتقه وظائف حيوية في عديد من المجالات، ابتداء من أمن العمليات العسكرية إلى التشغيل المتواصل لشبكات الاتصال المدنية ومن أنظمة النقل الذكية وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة. علاوة على ذلك، فاعتماد تركيا على نظام GPS قد يجعلها ضحية للتشويش عليها من طرف إسرائيل، مثل ما حدث مع دولة لبنان، خاصة وأن العلاقات التركية الإسرائيلية الآن متوترة للغاية بسبب الظروف الحالية في سوريا. فلعلمكم، أدى التشويش الإسرائيلي على اتصال لبنان بنظام GPS إلى نقاش عن بدائل لذلك النظام المستند إلى منظومة الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض الأمريكية، وبالتالي فإن الخيار البديل يعني الانتقال من منظومة استراتيجية للأقمار الاصطناعية إلى منظومة أخرى لدولة أخرى.
وهناك قلة من البدائل لجي بي اس صنعتها قوى كبرى مثل منظومة الاتحاد الأوروبي غاليليو والروسي جلوناس والصيني بايدو، وبهذا يكون صراعا للجبابرة وقد انتقل إلى الفضاء. بالتالي لم يكن لتركيا أي مخرج سوى التعويل على ذاتها للخروج من التبعية لتلك الأنظمة الأجنبية حتى لا يحصل لها ما حصل للأخوة في لبنان. فلقد لاحظ اللبنانيون بوتيرة متفاوتة اضطرابا في عمل الخرائط الإلكترونية على غرار جوجل المستخدم على نطاق واسع في البلاد منذ بدء التصعيد على حدود الدولة اللبنانية، خاصة في الجنوب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، بعد يوم من شن حركة حماس الفلسطينية هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر. ويعود الاضطراب في تحديد المواقع عبر تطبيقات النقل على غرار أوبر وجوجل مابس إلى تشويش إشارات نظام تحديد المواقع العالمي المعروف اختصاراً بالأحرف الثلاثة GPS، ويتهم لبنان إسرائيل بالتسبب به عمداً على خلفية التصعيد مع الدولة اللبنانية. ولعل أبرز المتضررين من هذا التشويش في البلاد هم سائقو الأجرة وعاملو التوصيل الذين يرتكز عملهم بشكل أساسي على خريطة جوجل للوصول إلى الزبائن، خاصة أن هذه الميزة قد سهلت عملهم كثيرا منذ سنوات. إضافة إلى كل هذا، فجميع المعلومات عن تنقل المواطنين من مكان إلى مكان آخر عبر هذه الأنظمة يمثل اختراقا استراتيجيا لأي دولة. فمثلا أنا أعمل في معمل لتصنيع الصواريخ، أذهب من بيتي إلى المصنع في 8 صباحا في الطريق ألف بشكل متواصل، فإذا أرادت دولة أجنبية تصفيتي فهذا سهل للغاية لأنها تعرف مكان وتوقيت تواجدي بشكل دقيق ما يسهل عليها تصفيتي. وهذه إحدى مخاطر استعمال أنظمة تحديد المواقع العالمية، خاصة إذا كنت أحمل هاتفي في جيبي. ونظرا لخطورة هذه الأنظمة قررت تركيا اقتحام مجال الفضاء لأنه السبيل الوحيد لإرسال أقمار صناعية، والتي أغلب دول العالم متخلف فيها إلا بعض الدول الكبرى التي تحتكر هذه الصناعة. ولهذا تم تأسيس وكالة الفضاء التركية عام 2018 لتحديد السياسات والاستراتيجيات في مجال تكنولوجيا الفضاء ولتعزيز الصناعات التنافسية وتطوير البنية التحتية والموارد البشرية. وتم بفضلها أطلاق الأقمار الصناعية التركية الاستراتيجية بإمكانيات محلية خالصة، حيث تم الإعلان عن نجاح برنامج صاروخي لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء باستخدام تقنيات محلية تركية. وهذا ما فتح الباب أمام تركيا لخوض تجربة إنشاء نظام تحديد المواقع الخاص بها. فلا يمكن الحديث عن هذه الأنظمة دون أن تكون لديك الحد الأدنى من تكنولوجيا الفضاء لإرسال أقمارك الاصطناعية إلى المدارات الأرضية المستهدفة. وللأمانة تركيا حققت خطوة تاريخية في هذا المجال بإرسال أول رائد فضاء تركي إلى محطة الفضاء الدولية، حيث أجرى تجارب علمية في مجالات الطب وعلم الفلك والوراثة في بداية سنة 2024. وهذا دليل على بداية صحوة المارد التركي الذي ظل لمدة تزيد عن قرن نائما في قمقمه. وبالتالي كل الصواريخ البالستية والموجهة بالأقمار الصناعية وكل المسيرات التركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية ستعمل بأنظمة تركية، وبهذا سيكون من شبه المستحيل التجسس عليها من طرف الدول الأخرى وبالتالي صعوبة رصدها. ومدنيا ستتمكن تركيا من الحفاظ على المعطيات الشخصية لمواطنيها وشركاتها فيما يتعلق بتحركاتهم وتنقلاتهم داخل تركيا إذا أراد الأتراك اعتماد نظام تنقلهم المحلي. وبهذا تتحقق السيادة التركية بشكل كلي بما لا يدعو أي مجال للشك،
وبهذا يمكن لتركيا أن تضمن الأمن لعدة دول عربية وإسلامية عبر مشاركة هذا النظام التركي معها، لأن العديد من الدول العربية والإسلامية لا تثق بالأنظمة الغربية ولديها ثقة أعلى بالدولة التركية في هذا المجال الحساس. إذا وصلت عزيزي المشاهد إلى هذا الحد فلك تحية خاصة مني لك، وبإذن الله سوف أقدم لكم حلقة أخرى في الأسبوع القادم. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلاس، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.